مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى ومعانا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. مشهد فلكي مبدع ستشهده سماء مصر، اقتران كوكب الحب والجمال الزهرة بخلية النحل الحشد النجمي، كما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن العديد من الظواهر الفلكية التي سنشهدها حتى نهاية هذا الشهر. والحقيقة دايما بيكون معانا وبيشرفنا وبيفيدنا في هذا الصدد معانا على الهاتف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، حضرتك كل المشاهدين، وأهلا بكم، يوم سعيد إن شاء الله. يوم سعيد إن شاء الله دكتور. الحقيقة حابين نعرف فكرة يعني عن الظاهرة اللي ستشهدها سماء مصر والوطن العربي وإمتى موعدها بالظبط. خلينا برضو يعني بشكل عام كده نوضح للمشاهدين، احنا عندنا شهور الصيف من الفرص الجميلة والسانحة ان الناس تستمتع بمشاهدة الظواهر الفلكية، زي ما بنقول مفيش الغيوم ولا السحب بتاع الشتاء، الناس بقى فاضية، مفيش امتحانات جامعات مدارس، يمكن الناس برضو في المصايف وسهرانين، فبتبقى فرصة كويسة الناس تستمتع بالظواهر الفلكية الليلية تحديدا. ظاهرة النهاردة هي اقتران الزهرة مع الحشد النجمي خلية النحل. بالمناسبة هو الزهرة خلال الأيام اللي فاتت كان في اقترانات مع خلية النحل في برج السرطان، ومع كان في برضه هيجي بعد كده أو كان قبل كده اقتران مع القمر، وكان القمر مع المشتري. الظاهرة دي طبعا الناس بتستمتع بيها لما احنا عارفين، وزي ما حضرتك قلت والبيان قال، إن كوكب الزهرة من الكواكب المقترنة بالحب والجمال ولونه البراق اللامع، فاقترانه مع أي جرم سماوي تاني بيخلي فيه نوع من السعادة كده لدى المواطنين والمتابعين. فلكن طبعا يعني كل الاقترانات والظواهر الفلكية اللي احنا بنرصدها دي بتأكد على دقة الحسابات الفلكية اللي المعهد بيعملها بشكل خاص، والحسابات الفلكية بشكل عام بتأكدها ان بنقول في جرم سماوي ايا كان هيظهر في السماء في الوقت الفلاني، هيبقى في اقتران مع الجرم السماوي التاني. دي من الحاجات المهمة والدقيقة لحسابات الفلك، واللي بتدخلنا بقى في موضوعات جديدة واحنا متابعين الفترة اللي فاتت، يعني بدأت صور اللي يطلقها تلسكوب جيمس ويب او يلتقطها جيمس ويب بتورينا قد ايه الكون فسيح ومتمدد وعدد لا نهائي من المجرات الجديدة، واللي ادتنا انطباع دلوقتي او هو بدا يوصل ل 13.5 مليار سنه ضوئيه، كان قبل كده كل معلوماتنا ل 4.5 مليار سنه ضوئيه، وما زال هيكون في اكتشافات جديده. فالظواهر دي من شانها انها بتدقق حساباتنا ورؤيتنا والتفاصيل اللي احنا بنعرفها عن الاجرام السماويه المختلفه. تمام. طيب برضو حابين يعني نعرف من حضرتك، هل ده سترى بالعين المجرده، وهل يعني بتحدث كل عام في نفس التوقيت ولا بتختلف كل سنه؟ هتتشاب العين المجرده بالفعل، وبتحصل يعني مش في نفس اليوم من كل عام، بيكون فيه ازاحه او تغير تدريجي، وده نتيجه الدورانات او المدارات الثابته لتلك الاجرام في مداراتها حوالين الشمس، لان الزهره طبعا احد نجوم او احد كواكب المجموعه الشمسيه، فليه مدار ثابت وليه موقع من الارض، ولذلك الظاهره بتتكرر مش في نفس اليوم باليوم والساعه، لكن بيكون في ازاحه كده عدد من الايام على مدار الاعوام المتتاليه. ويمكن زي ما اعلنا في البيان الفلكي كان في عدد من الاقترانات الفتره اللي فاتت، وهيتكرروا بشكل مختلف في الشهور القادمه شهور الصيف. تمام. طيب برضو حابب يعني انا اسف على الاطاله، ولكن اختم مع حضرتك، هل هناك ظواهر فلكيه اخرى سيشهدها هذا الشهر؟ احنا بالاضافه للاقتران النهارده كان في اقترانات قبل كده، لكن احنا خلاص داخلين على نهايه الشهر العربي، هيكون محاق شهر صفر 27 اغسطس، يوم 27 في نفس اليوم هيكون في عطارد في اقصى استطالة اللي هو مع الشمس، ودي برضو من الحاجات الكويسه. هينتهي شهر اغسطس باقتران القمر وعطارد، احنا عارفين عطارد اول كوكب ملاصق للشمس، فبرضو دراسته مهمه جدا ومتابعته ورؤيته من الحاجات الفلكيه الجميله. يا رب على خير دايما، واحنا طبعا يعني بنحب نعرف هذه التفاصيل اكتر، وحضرتك خير من يكلمنا في هذا، وفي كمان مواطنين كتير جدا بيهتموا بهذه الظواهر وبيتابعوها
يعني عن رصد يعني، وان شاء الله كده تعدي بالف خير ونرى الجمال اكتر واكتر يا رب ان شاء الله. وخلينا يعني استغل الفرصه ان انا وجودي مع حضراتكم، احنا بندعي كل المواطنين المهتمين بالظواهر الفلكيه واللي عندهم تساؤلات عن الظواهر الفلكيه والاجرام السماويه، في اي وقت بدون تردد يتصلوا بالمعهد من خلال مواقع التواصل اللي بيديرها المعهد، او بالايميل او بالتليفون، او حتى القريب من مقر المعهد في حلوان يشرفونا، اهلا بيهم. ده يعني شرف لينا احنا دكتور، ودايما كده بتفيدنا بهذه المعلومات القيمه، وان شاء الله نرى الافضل والافضل فتره مقبله يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. بشكرك جدا دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، بشكرك شكرا جزيلا.